الجدل متواصل عنده 6 سنين وما زال اليوم موضوع التربية الجنسية وإدراجه في المناهج التعليمية محل خلاف ونقاش بين المسموح والممنوع. هذاك علاش مبادرة مناظرة تطرح سؤال: زعم التربية الجنسية في التعليم ممكنة؟ هذه الأطروحة اللي باش يتناظروا حولها درة الشياح ورحمة قويدر في حلقة الجمعة هذه من برنامج زعمة. زعمة كل نهار أربعة 9 متاع الليل مباشرة في بث موحد على عدد من القنوات التلفزية والإذاعية.